السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم الشهر ورمضان كريم لكل المتابعين ولكل المشاهدين. في هذا الفيديو راح نتكلم عن نبتة الجوري أو ورد المحمدي اللي كانت في أصيص وقلمناها بشكل جذري جدا، اللي سويته في بداية الموسم، ما صورته طبعا للأسف، كنت نوعا ما فاقد الأمل فيها لأن ما كانت تكبر ونص النبتة مات، فالنص اللي مات شلته من الأصيص وقررت أن أجرب فيها شيء. اللي سويته أني شلتها من الأصيص وحطيتها في الأرض هني في الحديقة، وراح أرويكم عن قرب وين النبتة الأصلية. واللي صار عندي اللي لاحظته أنه وبعد قراءة وبعد بحث كثير وجدت أن نوع هذه الجوري أو المحمدي، طبعا في أنواع كثيرة، في نوع المتسلق، في نوع اللي ممكن نزرعه في أصيص، فوجدت أنواع كثيرة. هذه من النوع اللي تنمو بشكل يعني تنتج عصي أو أغصان طويلة كل سنة، فراح تنتشر ولازم يكون لها تقليم بطريقة معينة، فراح نستمر نتابع هذه النبتة بعد ما الحين صار في نمو. طبعا هذه عندي صار في نمو جديد، ابتدت بهذه النمو اللي هو تقريبا طوله مترين، فبسبب الطول انحنت، وصار في عندي ايضا هذه النموين الغصنين تقريبا طول كل واحد منهم متر ونص ايضا، فصايرين طوال جدا. صار في عندي اغصان هزيلة شوي في الاسفل، وعندي غصن ثاني هني، فراح اجرب الكاميرا داخل اكثر وراويكم وين كان القطع الاساسي ونشوف النمو، وراح اتكلم عن اللي سويته وعن الخطوات الجايه ان شاء الله وشنو راح نسوي حق هذه النبته ومتى راح اسوي هالشيء. وطبعا راح يكون في لها فيديو عشان نشوف اللي راح نسوي. فمثل ما احنا شايفين هذه عندي هو القطع الرئيسي اللي كان اللي سويناه، فهذه هو القطع اللي قطعنا النبته فيه، فهذه كلها هذه وهذه وهذه وايضا هاي الغصن وهذه الغصن ايضا، هاي كلها نمو جديد. اللي سويته لما نقلت النبته حفرت طبعا حفره كبيره اكبر من حجمها، فحفرت تقريبا بهذه المساحه وحطينا لها شوي من الاسمده العضويه اللي هو السماد الله يعزكم البقري شويه في الارض، ضفنا لها شويه قهوه، ولما حطيناها قبل لا نرد نملي على المساحه حطينا شوي من الان بي كي الافراز البطيء وغطيناها. وطبعا مثل ما دائما اقول للنباتات، بالذات النباتات اللي ما تتقبل الحراره بشكل جيد جدا، دائما احرص على اني احط طبقه من المالتش هذه اللي هي اي شيء جاف، اوراق، اغصان. هذه في هذه الحاله اللي هي بعض الاوراق الميته من قصب السكر او قلم الشكر، هذه استخدمها وهذه ممتازه جدا للمالتش على التربه، تحفظ لي الرطوبه وتحفظ لي حراره او بروده الجذور، فتساعد النبته جدا. طبعا في تنقيط من الجهتين، وهذه يساعد النبته انه تكون رطبة وتكون باردة في الصيف. فمن ناحية متابعة نموها، هذه نموها. الخطوات الجاية إن شاء الله قبل لا يدخل علينا الصيف، خلنا نقول أواخر شهر 5، لأن نموها راح يبطأ، فاللي راح أسويه هي الحين تقوت هذه النمو الجديد، راح يغذي نمو في الجذور، فصار في انتشار، صار في قوة في الجذور أكثر. فاللي راح أسويه إني راح أقلم النبتة، ولكن مثل ما راح نتكلم ان شاء الله في الموسم الجاي حسب الاستبيان اللي سويته في القناة، راح ان شاء الله الموسم الجاي نخصص الفيديوهات كلها او اغلبها خلنا نقول حول موضوع التقليم، فراح نفصل موضوع التقليم بشكل دقيق على اساس كلنا نفهم مبادئ التقليم وما نخاف من هالموضوع. ولكن باختصار اللي راح اسوي مع هذه النبتة اني راح اقلمها الى تقريبا هذه الارتفاع، يعني خلنا نقول شوي أقل من نص متر أو نص متر، ولكن القطع راح يصير في غدة مشاهدة الخارج على أساس النمو الجديد ينمو إلى الخارج والنبتة تبتدي تتفرع عندي وتصير بشكل منفتح من الداخل. ما نبغي أي نمو يدخل على الداخل، ما نبغي نمو يدخل على الداخل ويتشابك والأغصان تبتدي تحتك في بعضها، هذه يسبب مشكلة ويسبب أمراض للنبتة أيضا، فدائما نبغي نفتح النبتة. فهذه أيضا راح أتابعها لكم معاكم في فيديو ثاني إن شاء الله لما يجي الوقت، راح نقلم
النبتة إلى طول معين على أساس نحفزها على التشكيل والنمو الجديد. التزهير دائما يكون على الأطراف الجديدة، فهذه الحين أطراف ما زهرت هذه السنة راح نقطعها نقلمها على أساس نبني الهيكل الأساسي للنبتة. فهذه مجرد متابعة نبتة الجوري اكتشفت أن نوعها مختلف لما حطيتها في الأرض وشفت تصرفها، فبديت أقرأ عنها واكتشفت أن هذه من هذه النوع في النوع المتسلق، وعندي خلفي في بعض الأصايص نوع من الجوري اللي يسمونه السلطاني ممكن ينمو في أصيص ونموه شوي مختلف، ينمو من الساق يعني مع القطع يتفرع ما ينتج عصي جديدة أو أغصان جديدة من تحت الأرض، فهذاك نوعه مختلف. فلازم نفهم نوع النبتة، وإذا ما قدرنا نعرف طبيعة نمو والتقليم المتوقع حق هذه النبتة، مثل ما أنا ما كنت أعرف جدول التقليم والنمو حق الدوستيريا، مجرد لاحظت النبتة، لما نبتدي نفهم مبادئ التقليم وطبيعة النبتة متى نموها متى سباتها متى تنطلق مرة ثانية، نقلم في فترة السبات والضعف أو السكون، خلينا نقول ما نقول الضعف، نكون فترة سكون في النبتة ما يكون في نمو قوي، فهني نقلم للتشكيل يكون تقليم شوي قوي على أساس أن نعزز التشكيل والنمو الجديد إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، وراح نتابع هذه النبتة إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف مستقبلها شي يصير، وراح نتابع التقليم وراح أواصل معاكم إن شاء الله. وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أرد على أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وعنا الله على صيام وقيام شهر الفضيل، في أمان الله.